إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول والتي تعيش الآن على وقع أحداث ساخنة. هذه لقطات مباشرة من أمام القصر الرئاسي في مدينة سيول الذي يأتي بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأييد عزل الرئيس بارك جون هي على خلفية قضايا فساد بعد شبهات مالية واستغلال نفوذ حاطت بها وبعدد من مسؤولين في شركات كورية جنوبية كبرى. هذه اللقطات تريدنا مباشرة من العاصمة الكورية الجنوبية سيول. نتابع إذن فيها مغادرة الرئيسة بارك جون هي التي كانت أول امرأة تتقلد منصب رئيسة البلاد التي بطبيعة الحال هي ابنة أحد زعماء كوريا الجنوبية الذين يصنفوا بأنهم صانعوا أمجاد هذه الدولة، لكنها في النهاية صارت الآن رئيسة سابقة لم تكمل ولايتها، عليها أن تغادر القصر الرئاسي في سيول كما نتابعه. لكن على كل حال هو موكب رئاسي للرئيسة بارك جون هي والتي كما ذكرنا أيد قرار عزلها الذي صدر من البرلمان قبلا، فيما أيدت المحكمة الدستورية عزلها على خلفية قضايا فساد عدة. بارك جون هي لم تعد رئيسة لكوريا الجنوبية، تغادر إذن القصر الرئاسي، وهذه لقطات حية إذن من العاصمة الكورية الجنوبية سيول لمغادرة الرئيسة.